cerebral cortex beta. Cerebral cortex فيها عليها يا جماعه جروفز حفر. الجروفز دي بتقال عليها سالكاي. ما بين الحفر في اليفيشنز. اليفيشنز دي اسمها جاي راي. اكتر حاجه بتخليني اقسم السيريبرال هيمسفير دي السالكاس ده اللي في النص. سالكاس في النص يبقى اسمه ايه؟ سنترال سالكاس. السنترال سالكاس ده وراه في اليفيشن يبقى اسمه ايه الاليفيشن ده؟ بص سنترال جايرس. البص سنترال جايرس ده يا جماعه از مين سنسوري اريا اوف ذا سيريبرال كورتكس. اسمه اريا 321. 321 ده يا جماعه دي عباره عن ايه؟ او 312 ده 1. الاريا 312 دي يا جماعه اللي هي البوست سنترال جايرس. هيروح السنسيشن لاني حته فيها؟ احنا اتفقنا السنسيشن اللي انا بقوله دوت الهيد ولا بلوزا هيد؟ بلوزا هيد. يبقى انت لازم تروح للابر تو سير اوف ذا بوست سنترال جايرس. ليه الابر تو سير؟ لان جسمك ريبريزنتد في السنسوري اريا بالطريقه دي. وعلى فكره بالمره وفي الموتور اريا كمان. انت جسمك ريبريزنتد على الموتور اريا والسنسور اريا ابسايد داون. منطقه الهيب واخده اللور سيرت اوف ذا بوست سنترال جايز اريا 312. بينما بقى بقيه الجسم اوكيبايند الابر تو سيرت اوف ذا بوست سنترال جايز والاريا فور ذا فود اند برنام حتى كده مدلدله على الميديا اسبكت اوف ذا برين في منطقه اسمها بارا سنترال لوبيول. هنبقى ناخدها واحنا بناخد السريبرال كورتكس. فالمهم الهاي سنتر بتاعنا الكبير قوي اللي هو رئيس المخابرات بتاعنا مين؟ الابر تو سير اوف ذا بوست سنترال جايروس اريا 312. ماشي؟ ويبقى اذا بقى كده اهو يا جماعه الريسبتورز دي هتعرفوها ان شاء الله بتاعت الريسبشن من الاستورج. بقى كمان فيرست اوردر نيرون الدورسال روت جانجل. السكند اوردر نيرون هنا اهو في الريسبشن كام؟ جراسيل وكونيين نيوكليار. الثيرد اوردر نيرون كام؟ بوست لاترال فنترال نيوكليس اوف سالكس. والاخير بتاعنا بقى اللي هو الهاي سنتر كان مين؟ السريبرال كورتكس بوست سنترال جايروس اريا 312. البروبريسبشن اللي انا قلته ده انت واعي بيه كونشس ولا انكونشس بروبريسبشن؟ اي حاجه توصل للسريبرال كورتكس ده اللي انا حاسس بيه ويطلق عليه كونشس بروبريسبشن. المتعلق بقى بمين؟ بالانكونشس السيريبيلم. فالسيريبرم اللي احنا شفناه ده اللي هي السيريبرال كورتكس ده بالكونشس سنسيشن. تقول لي انت دلوقتي صباعك فين؟ اقول لك قدام وشي قدام النوز بتاعك اهو. تقول لي مثلا ايديك الشمال فين؟ اقول لك دي فوق العصايه وقدام بطن. فده سنس اوف بوزيشن اوف مومنت وانا واعي بيه. الانكونشس بقى بروبريسبشن ده اللي هو بقى مين؟ رايح للسيريبيل. تقول انا النهارده حصل لي حاجه غريبه قوي. حسيت ان انا ولا اراديا رحت قاعد على طول ولاحق نفسي عشان ما اقعش. فانت هل انت مخك فكر ان انا فرحت قاعد عشان ما اقعش؟ لا دي حصلت راحت حصل ريفلكسري وتلقائيا ومن غير ما افكر حصلت لوحدها.
ازاي الجسم لوحده عملها؟ من الخبرات السابقه المتخزنه في الانكونشس بروبروسبشن بتاعه اللي متخزن في مين؟ في السيريبيلم. عشان كده الباسواي اوف ايه بروبروسبشن از كلاسيفايد ان بروبروسبشن تو السيريبرال كورتكس، وده الكونشس اللي انا واعي بيه وعارفه وافكر فيه، افكر هتديك من هنا لهنا يا وهدان. لكن الحاجه اللي تحصل تلقائيه دي وانا اقولها مش عارف عملت كده ليه، دي الانكونشس بروبروسبشن متخزن عندك في اللاوعي، وده بقى بروبروسبشن سنسيشن 2 ذا سيريبيلم، وده درسنا الجاي. فيبقى احنا خدنا بروبروسبتيف باس واي تو ذا سيريبرال كورتكس اللي هو الكونشس سنسيشن. في عندنا بقى بروبروسبشن للسيريبيلم و ده الانكونشس.